ما قيمة الحياة؟ ما قيمة الحياة إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقائه؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. قال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعني نبل ما سلمو نبل ما لملك الربي لجيلي نيم مام مف يدوسكون غاني نيم مام مف يدوسكون أكاجاسورو نيم مام مف يدوسكون أسباتي ويسورو في كل بيلا أولي كفو إكي جيجا الله سبحانه وتعالى بطوليلا إكي جيجا إكاسي كتا الله سبحانه وتعالى ما سغان وغات بيلا لنا قبو إكالو قطولا كذا غفر كلمة لا أوديني ما هما نرمى الله سبحانه وتعالى بتو سغفو إتالا إتي الله في سرجن كونو إني الله في كوني أي البدا إتو سرو أولا الله في سرو فين كلمة منا إكي نيشي الله سبحانه وتعالى بتو لما إكالا قطوي قطوي نو كلا أن سرو درم كلمة تي بولو فوفو تي بولو إذا بكم ما لفيلي إذا بكم ما مام دشكون لفيلنو أمي الله سبحانه وتعالى ديلي ألك ألا بطول النغانين أو كلنجل بينا ديلي قال الله سبحانه وتعالى ديلي ألك نين أو كم ما مام مسيغة الله سبحانه وتعالى